السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي طالبات الصف الثاني عشر أدبي مدرسة المجتمع الخاصة للبنات، هنكمل مع بعض درسنا في مادة العلوم العامة الدرس الثالث. معاكم معلمكم ولاء محمد، واحنا مكملين مع درس كيف تعمل العضلات. أهداف درسنا اليوم: هنكمل وصف تفاعلات الأكتين والميوسين والاي تي بي وأيونات الكالسيوم في إحداث انقباض العضلات. كمان هنستكمل شرح عملية التنفس اللاهوائي وتأثيرها على العضلات. المرة اللي فاتت قدرنا نعرف تركيب العضلات أو الليفة العضلية، وقلنا إن هي بتتكون من مايوسين وأكتين وتروبومايوسين، وعندنا معقد التروبونين اللي هو فيه مواقع ارتباط أيونات الكالسيوم. هنبدأ مع بعض نشوف ايه التغيرات اللي بتطرأ على الليفة العضلية لما تصلها الإشارة العصبية من الدماغ. احنا عارفين بالفعل ان اي جزء في جسمنا بيشتغل نتيجة إشارات عصبية جاية له من الجهاز العصبي، تحديدا من الدماغ. كمان العضلات بتاعتي زي اي جزء في جسمي بيبدأ يستلم الإشارات العصبية والتنبيهات اللي جاية له من الدماغ ويشتغل على أساسها، وتبدأ العضلة بتاعتي أول ما توصل لها الإشارة هتبدأ في مرحلة الانقباض وتحدث قوة لإحداث الحركة المطلوبة منها. أخدنا في الجزء اللي فات أو في الفيديو الشرح اللي فات إن الميوسين والأكتين طول ما العضلة بتاعتي في حالة راحة أو في حالة انبساط أو مش واصلها إشارة عصبية من الدماغ، بيكون مفيش ارتباط ما بين الأكتين والميوسين. بمجرد ما تصل الإشارة العصبية للليفة العضلية بتاعتي وهتبدأ في عملية الانقباض، هنبدأ نشوف بتمر بثلاث مراحل. أولا معايا الشكل A. الشكل A بيقول لي إن الرأس بتاع الميوسين أو جزيئات الميوسين متجهة للخلف، وكذلك التروبوميوسين تماما حاجز ما بين الميوسين والأكتين، ومعقد البروتين مش محتوي على أو مش مرتبط بأيونات الكالسيوم. وصلت الإشارة من الدماغ إلى العضلة، هتبدأ تدخل في المرحلة الثانية. أيونات الكالسيوم هتبدأ تنطلق وترتبط بالتروبونين اللي هو موجود على الجزء الأصفر اللي بنسميه التروبومايوسين. أيونات الكالسيوم اللي لونها أخضر معايا في الشكل ده ارتبطت بمكانها اللي هو التروبونين، وبدأت تتكشف مناطق من خيوط التروبومايوسين زي ما احنا شايفين، لتسمح لرأس الميوسين بالارتباط بالأكتين وتكوين جسور مستعرضة. يبقى أول ما وصلت الإشارة الكالسيوم انطلق، مسك بالتروبونين، بدأت تتكشف مناطق في التروبوميوسين وتسمح بارتباط رأس الميوسين بالأكتين. لحد كده احنا وصلنا لتاني مرحلة. المرحلة الأخيرة أو المرحلة الثالثة، هنبدأ في مرحلة اسمها التجديف. أثناء استمرار وصول الإشارة العصبية هتبدأ ترجع مرة تانية رؤوس الميوسين للخلف، وتبدأ تحرك معاها الأكتين في حركات مستمرة ومتتالية بتسمى التجديف. عشان كده سمينا المرحلة دي مرحلة التجديف. يبقى بمجرد ما بدأنا الخطوة التالتة، قلنا رأس الميوسين اندفعت ناحية الخلف في الاتجاه ده، بدأت تحرك معاها جزيئات الأكتين حركة مستمرة متكررة آلاف المرات في الثانية الواحدة، بنسميها حركة التجديف. وكده عرفنا ايه اللي حصل للخلية العضلية بتاعتي أول ما وصلتها الإشارة العصبية من الدماغ. بتستمر حركة التجديف طول ما الإشارة مستمرة. عند توقف الإشارة بيتوقف حركة التجديف وبتعود الخلية العضلية بتاعتي لوقت الراحة
أو بتعود لحالة الانبساط. طيب نكمل مع بعض. عايزين نعرف كده مع بعض يعني ايه عملة الطاقة. اكيد كلنا سمعنا ودرسنا في السنين اللي فاتت عن حاجة اسمها عملة الطاقة في الخلية اللي احنا بنسميه الـ ATP. يبقى عملة الطاقة معايا في الخلية هي جزيئات الـ ATP. يعني عند حاجة الخلية إلى الطاقة بتستخدم الـ ATP اللي موجود عندها وتحصل منه على الطاقة وفقا للمعادلة رقم 1 معايا. جزيئات الـ ATP عند حاجة الخلية للطاقة بيحدث لها عملية تحلل مائي وبتتحول إلى ADP وفوسفات وطاقة. يبقى الـ ATP اللي هو الأدينوسين ثلاثي الفوسفات عند حاجة الخلية للطاقة يحدث له عملية تحلل مائي ويتحول إلى ADP وفوسفات وطاقة. الـ IP معناها Inorganic فوسفات اللي هو الغير عضوي، الأورجانيك فوسفات العضوي. طيب كده الخلية بتاعتي حصلت بالمعادلة دي على الطاقة اللي هي محتاجاها. عند توفر الطاقة في الخلية يبقى لازم أرجع أكون الـ ATP مرة تانية وعينه عندي لحين الحاجة إليه. طيب بتبدأ الخلية بتاعتي تحصل فيها عملية إعادة تكوين الـ ATP عن طريق ارتباط الـ ADP مع الفوسفات مع الطاقة المتوفرة عندي لإعادة تكوين الـ ATP مرة تانية. ودول المعادلتين اللي بيحصلوا في الخلية للحصول على الطاقة أو إعادة تكوين الطاقة. وطبعا العضلات بتاعتي هي أحد خلايا الجسم ولذلك بيحصل فيها نفس العمليات عند الحاجة إلى الطاقة أو عند إعادة تكوين الطاقة مرة تانية. عندنا مصدر العضلات اللي بتحتاجها أو مصدر الطاقة اللي بتحتاجها العضلات بتاعتي عشان تقوم بعملية الانقباض هو الـ ATP. طب الـ ATP بيكون موجود فين في العضلات؟ بيكون مرتبط زي ما احنا شايفين كده برؤوس الميوسين. يبقى لما يقولي كيف تحصل العضلات على الطاقة التي تحتاجها للقيام بعملية الانقباض والحركة هقوله من خلال جزيئات الـ ATP الموجودة مرتبطة بجزيء الميوسين أو ببروتين الميوسين في العضلات. وبكده تقدر تحصل العضلات على الطاقة اللي محتاجاها عشان تنشط وتقوم بحركتها وتقوم بعملية الانقباض. العضلات بتاعتي أثناء نشاطها أو أثناء قيامها بعملية الانقباض بتبدأ تحول الـ ATP اللي مرتبط برأس الميوسين إلى ADP وفوسفات، يعني عشان تحصل منه على الطاقة بتفككه بيتفكك الـ ATP وبيتحول إلى ADP وفوسفات. وطول ما الخلية أو طول ما الخلية العضلية بتاعتي أو طول ما العضلة بتاعتي في حالة نشاط بتكرر الموضوع ده ويفضل تحول الـ ATP إلى ADP وفوسفات. وتبدأ يتحرر الـ ADP والفوسفات المرتبطين برأس الميوسين ليرجع رأس الميوسين للخلف ويقوم بعملية التجديف. يبقى أولا رأس الميوسين مرتبط بيه جزيئات الـ ATP اللي احنا هنحللها لـ ADP وفوسفات ونحصل منها على الطاقة اللي احنا عايزينها. وعشان تقوم الخلية أو الخلية العضلية بعملية التجديف تبدأ تحرر جزيئات الـ ADP والفوسفات المرتبطين برأس الميوسين وتعود الرأس للخلف مرة تانية وتقوم بعملية التجديف وتكرر العملية دي مرارا وتكرارا طول ما في حالة نشاط للعضلة. العضلة بتاعتي خلصت النشاط بتاعتها وعايزة وتوفرت عندها الطاقة، عايزة ترجع تكون الـ ATP اللي موجود أو اللي كان مرتبط برأس الميوسين مرة تانية. هتبدأ تجمع الـ ATP زي ما قلنا وتجمعه على رأس الفوسفات أو تجمعه مع جزيء الفوسفات
ومع الطاقة اللي توفرت وتكون الـ ATP مرة تانية. وبتحصل على الطاقة اللازمة للموضوع دوت منين؟ طب أنا بجيب الطاقة اللي أنا بوفرها منين عشان أجمع أكون الـ ATP مرة تانية؟ بجيبها من الغذاء بتاعي، من حصولي على الجلوكوز أو الأحماض الأمينية اللي ببدأ أكسرهم وأنتج منهم الطاقة اللي أستخدمها في تكوين الـ ATP. في حاجة أخيرة عايزين نعرف، يعني إيه تنفس هوائي بيحدث العضلات بتاعتنا ويعني إيه تنفس لا هوائي؟ العضلة بتاعتي بتقوم أحيانا بعملية التنفس الهوائي وأحيانا بعملية التنفس اللاهوائي. لما بيتوفر في الخلية العضلية بتاعتي الأكسجين بتقوم بعملية التنفس الهوائي وبتشتغل بكفاءة وتنتج الطاقة بكفاءة وتوفر الـ ATP اللي هي بتحتاجه بكفاءة، وعشان كده بتكون سريعة في شغلها، وده بيحدث عند توفر الأكسجين وإنتاج كمية كبيرة من الطاقة وتخزينها في العضلات عشان تبدأ تشتغل عليها وقت ما تحتاجها. لكن في حالة عدم توفر الأكسجين بتبدأ العضلات تلجأ لعملية التنفس اللاهوائي وبتنتج كمية محدودة من الطاقة، وبيؤدي عملية التنفس اللاهوائي ده إلى تراكم حاجة اسمها حمض اللاكتيك في العضلات. حمض اللاكتيك اللي بيتراكم في العضلات ده بيبدأ يعمل إحساس بالحرقة والألم في العضلات، وده بيكون إنذار أو تنبيه لينا إن إحنا نتوقف عن ممارسة الرياضة. يبقى لو سألني ما ناتج تراكم حمض اللاكتيك في العضلات؟ بيؤدي إلى حدوث الحرقة والآلام في العضلات، يعني إحساس الشد العضلي اللي إحنا دايما بنحس بيه بعد ممارسة الرياضة لفترة طويلة. وعشان كده بننبه الناس اللي بتمارس الرياضة لفترة طويلة أول ما تحس بألم وشد في العضلات إنها تتوقف عن ممارسة الرياضة، لأن ده إنذار جالنا إن العضلات بتاعتي مش متوفر فيها الطاقة بكمية كفاية والأكسجين مش متوفر، وبالتالي العضلات مش قادرة تشتغل بالكفاءة المطلوبة منها. وبكده نكون نهينا درسنا النهاردة، وشوفكم في درس جديد إن شاء الله.